الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في يوم السبت الموافق 21/10/41 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت والدة أحد الأقارب بجنوب مملكتنا الحبيبة في مدينة القنفذة، أو بالقرب من هذه المدينة، في قرية تسمى رحمان. رحم الله أم المتوفى أم حسين، رحمها الله رحمة الأبرار. وقد كانت عند هذه المرأة ناقة، طالما أحسنت إليها وعاملتها أحسن المعاملة، حيث أثرت هذه المعاملة في طبعها وطبيعتها، وكانت تسميها السويدة. وما كانت هذه الناقة البهيمة العجماء التي لا تعقل أن تتوقع يوما من الدهر أنها تفقد هذه المرأة بعد العشر الطويلة التي دامت لأعوام. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. توفيت وكان الفراق بالأبدان. انتقلت المرأة إلى عالم البرزخ، فلما لم ترها في ذلك اليوم ذهبت إلى دارها لتزورها. أخذت تذهب وتعود وتتلفت وتزور، أتت لبابها وأدخلت رأسها في حجرتها، فأدخلت ذلك الرأس علها تجد بغيتها، فأبت أن تفارق مكان جلوسها، فأخذت تدور حولها حول مكانها. في آخر النهار يجلس ابن هذه المرأة في مكانها لعله يؤنسها أو ينسيها، لكن الشوق يزداد. وضعوا لها شيئا من ثيابها، من قميص وطرحة حتى تشمها، فلما شعرت وأحست بالفراق ازداد حزنها وبكاؤها. جاءت في منتصف الليل وهي تبكي على فراق السنين والأيام والليالي والأعوام، كأنها أحست وعلمت وتيقنت بأنها قد ماتت ولا رجعة ولا لقاء. بالله عليكم، أي قلب تحمل هذه الناقة؟ هل أثرت فيها هذه العشرة والمعروف؟ كم زرعت هذه المرأة حتى افتقدتها وتبكي على فراقها؟ الله الله، لا تكن هذه البهيمة أرحم منك وهي غير مكلفة. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يختص برحمته من يشاء، ويخلق ربك ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وتذكر أن الدنيا ظل زائل، واعلم أن امرأة أو رجلا دخل الجنة أن سقى كلبا. يشتكي العطش، تفقدوا إخواني قلوب من حولكم قبل بطونهم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض الأكبر، ارحم جميع موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك من فضلك وإحسانك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام، والله أعلم.